صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس في العلماء الراسخين الذين يأمرون بطاعة ولاة الأمر ويردون على أهل الضلال أنهم مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، فما نصيحتكم حيال ذلك؟ ما يعبى بقولهم ولا يلتفت إليه ولا تشتغلوا به أبدا، اعتبروه غير ما موجود، هذا من جنس الهذيان البارد الذي لا قائل من ورائه. نعم، اطلبوا العلم وتعلموا واتركوا هذا الكلام. نعم.